جورج تقدم لكم اي تيك باش تقعدوا ديما على باج ما تفلتوا حتى نوفوتي تكنولوجيك وتكتشفوا لي ميور اكسبيريونس ديجيتال معاك في التكنولوجيا معاك في اللي تحبوا. السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة الحوار التونسي في موعد جديد مع اي تيك. العادة نحكيو تكنولوجيا كل نهار اربعة وسبت. اليوم باش نحكيو على اورانج تونيزي. فما برشا حاجات نظمتهم اورانج تونيزي الجمعة اللي فاتت، كان موعد مع جيك ميت عاودت حكيت فيه على لي بروجي تاع اورانج سامر تشالنج، والسبب هو انه بعض المشاريع اللي خرجت وعرفناها وتعرفنا عليها وخدمت الناس اللي خدموا عليها السيفية اللي فاتت في اورانج سامر تشالنج اتسرقت. يا نعم، وفما شكون اعلن على دي بروجي يشبهوا للي بروجي هذوما. جا الوقت ان نعطيهم حقهم الشباب هذوما ونعاودوا نحكيوا على لي بروجي هذوما في انتظار انه ان شاء الله نشوفوهم دي بروجي موجودين في الطبيعه وخارجين وكوميرسياليزي. لكن زاده كان موعد مع لاتولي سوبر كودور، وهذا زاده موضوع واحد اخر. نهار سبت لاتولي سوبر كودور جونيور، خلينا زاده نعمل وقفه. شنو هو سوبر كودور وشنو هو سوبر كودور جونيور؟ فما فرق ما بيناتهم، فما فرق بالنسبه للعمر وبالنسبه للتكنولوجيا. اذا كان تحبوا تاخذوا فكرة على شنو صار في جيك ميت ونزيدوا نحكيوا أكثر على سوبر كودور اي سوبر كودور جونيور، تابعوا معنا الروبورتاج هذايا. اورانج ديفلوبر سنتر يفتتح لي سيسيون تاعو بالنسبه لجيك ميت الموسم هذا. جيك ميت هو لقاء شهري يجمع لي جيك باش يتم التطرق لتوندونس تكنولوجيك معينه. المره هذه جيك ميت عاود تسلط الاضواء على لي بروجي تاع اورانج سامر تشالنج 2016. الرونديفو ما كانش مجرد فرصه للكلام، لكن كان عباره على اوكازيون باش نعرفوا وين وصلت الخدمه على لي بروجي هذم. للتذكير، المشاريع المشاركه في اورانج سامر تشالنج 2016 هما ايكو بينغو، هو بروجي يعنى بالمحيط. رومي هو بروجي موجه للعائلة والمنزل ويهدف للإحاطة بالصغيرات والمسنين. نوكيو وهي سوليسيون موجه للخدمات الإدارية، هو البروجي الرابح في دورة 2016 من أورانج سامر تشالنج. مشاريع الأساس متاحة كان الانترنت أوف ثينجز، والمجال متاحة هو سمارت هوم المنزل الذكي وسمارت سيتي المدينة الذكية. في جيك ميت الفرق الثلاثة عاودوا قدموا البروجي متاعهم، لكن زادا وراو شنو خدموا بالنسبة للبروجي هذم. بما أنه تطوير المشاريع بدا الصيف اللي فات ومازال متواصل لليوم، خاصة أنه البروجي هذم يحظوا بمتابعة من أورانج لتحويلهم لشركات ناشئة. ينعم بروجي كامل من أورانج تونس لجعل البروجي هذم دي ستارت اب. مرتي ثانية بالنسبة للنشاط متاع أورانج ديفلوبر سنتر كانت نهار سبت مع لاتولي سوبر كودور جونيور. قبل بجمعة كان الموعد مع لاتولي سوبر كودور. هوني يلزم الفرق بين اثنين. أورانج ديفلوبر سنتر يفتح الأبواب متاعو كل سبت لصغيرات باش يتعلموا الديفلوبمون من الخطوات الأولى. جمعة يكون الموعد مع لاتولي سوبر كودور بالنسبة للصغيرات بين 10 و 14 سنة، وين يلقاو مجموعة من التكنولوجيات اللي يتعلموهم كيما سكراتش، أب إنفنتر، أردوينو وغيرهم. وجمعة يكون الموعد مع الاتوليه سوبر كودور جونيور، وهو اتوليه موجه للصغيرات بين 7 و 9 سنين وين يتعلموا فيه سكراتش جونيور وتبسيط للروبوتيك. فرصه للاولياء باش يفتحوا قدام ابنائهم المجال انهم يتعلموا الديفلوبمون موبيل من الصغرى. بالمناسبه السيسيون جاي بالنسبه للاتوليه سوبر كودور باش تكون في اورانج ديفلوبر سنتر في اللاك نهار 5 نوفمبر. اخر جمعه اللي فاتت كان موعد مع كانون اللي عملت كونفرنس دو بريس باش تحكي على لي زامبريمونت الجدد نتاعها، مجموعه جديده من لي زامبريمونت اللي تم اطلاقها رسميا في تونس. كنا حاضرين في الكونفرنس هذه، ومن هنا باش نبداو موعد جديد مع تيك نيوز. بعد ماي 2016 شركة كانون تعاود تتقابل مع الصحفيين في تونس. الشركة اللي عرفت في الأشهر الأخرانية تغيرات بالنسبة للسياسة التجارية متاعها خلت تونس تابعة منطقة إفريقيا بعد ما كانت تابعة دبي، أعلنت على إطلاق الجامة الجديدة متاع ليزامبريمونت متاعها على سيري جي، واللي ترتكز أساسا على البيكسما جي 1400، بيكسما جي 2400 وبيكسما جي 3400. Nous sommes tous réunis ce soir pour le lancement de l'imprimante Pixma série G de Canon. Ce lancement a lieu en parallèle et dans la même période en parallèle en Algérie
et au Maroc. Quel est l'avantage de l'imprimante série G par rapport aux autres imprimantes? D'abord, la technologie, c'est une technologie gênante. Le gros avantage, c'est que le consommable, il n'est pas cher. Avant, les distributeurs, voilà, plutôt les constructeurs, ils vendaient l'imprimante à un prix très bas et ils se rattrapaient sur le consommable. Canon a fait la comparaison de la série G avec les imprimantes de les concurrents. Et elle a parlé plus de ses propriétés, surtout parce qu'elle est destinée à l'ensemble et à certains travailleurs. Et elle a parlé de sa capacité, par exemple, de les imprimantes de la série G. الانفجارات متاع النوت 7 تسبت في خسائر كبيرة ياسر بالنسبة للمبيعات متاع سامسونج. حسب الأرقام متاع النتائج متاع الشركة بالنسبة للثلاثي الثالث من 2016، فإنه المبيعات والأرباح تراجعت ب 30% مقارنة بعام ناول في نفس المدة. الأرباح متاع سامسونج تراجعت الفترة بين جويليا وسبتمبر 2016 4.6 مليار أورو، بعد ما كانت في نفس المدة عام ناول تقدر ب 5.9 مليار أورو. وين ماشية المبيعات متاع السمارت ووتش في العالم؟ حسب EDC فإنه فما تراجع كبير في مبيعات السمارت ووتش في الثلاثي الثالث من 2016، التراجع وصل لـ 51.6%، 2.7 مليون بيس تباعوا في الثلاثي الثالث من العام هذا مقارنة بـ 5.6 مليون في الثلاثي الثالث من 2015. أبل مازالت في المرتبة الأولى، تجي بعدها غارمين وسامسونج تجي في المرتبة الثالثة. المبيعات متاع أبل وحدها تراجعت بـ 72%، 1.1 مليون أبل ووتش تباعوا بين جوان و 2016. برشا يرجحوا السبب متاع تراجع السمارت ووتش لأنه ما فما حتى سمارت ووتش جديدة خرجت في الصيف، وأنه السمارت ووتش الجد ظهروا ابتداء من شهر سبتمبر. نحكي على الجير استروان متاع سامسونج اللي ظهرت في الليفا في برلين وباش تبدأ الكوميرسياليزاسيون متاعها في وسط شهر نوفمبر. الأبل ووتش سيري 2، موتورولا، ال جي وهواوي اللي لحد الآن ما كشفوش على السمارت ووتش الجد متاعهم، وخاصة الانتظار بالنسبة للعام 2017 مع أخبار تحكي على أنه جوجل باش تلانسي البيكسل ووتش سمارت ووتش جديدة متاحة واللي يمكن ياسر باش تكون اون دو موديل. المستعملين متاع واتساب ميسنجر على اندرويد ينجموا يبداو يجربوا من توا ويستمتعوا بليزابيل فيديو. حسب اكد ذا نيكست ويب، الخطوه هذه مازالت اون فيرسيون بيتا وتحضر في روحها باش توصل لبقيه مستعملي واتساب في العالم. أيتك بالنسبة لليوم وفيت، شكرا لكم على حسن المتابعة. نتقابل معكم إن شاء الله نهار السبت الجاي مع أخبار تكنولوجية جديدة تكون كالعادة على قناة الحوار التونسي. موعد جديد توا مع دقيقة أورانج. تحية محمد علي السويسي، في الأمان. تحب تكونكتي وين ما تكون وبسهولة؟ تعرفش اللي أورانج توفر لك اليوم لي نوفو باك كلي سيمبلي بريبيي. Avec les packs Simply, تنجم تشارجي الكلي متاعك ابتداء من دينار وتكونكتي ديريكت وين ما تحب وقت ما تحب. كي تلم 30 دينار دو روشارج عندك لي ليميتي من 11 متاع الليل ل 8 متاع الصباح. مع لي باك كلي Simply متاع اورانج كونكتي بسهوله معاك في اللي تحبه. اكشن. عسلامتكم، مرحبا بكم في مساء الخير. خليكم تحية محمد علي السويسي. قلت انا دقيقة اورانج. تقدم لكم اي تيك باش تقعدوا ديما على باج، ما تفلتوا حتى نوفوتي تكنولوجيك وتكتشفوا لي ميور اكسبيريونس ديجيتال. معاك في التكنولوجيا، معاك في اللي تحبوه.